عودة الدور الممتاز دور نايل، يتجدد موعد الجماهير الزملكاوية مع الحريف. الحريف لاعب الكرة صاحب اللمسات الساحرة والتمريرات الجميلة والمراوغات المدهشة، تنتزع خلاله الجماهير الآهات. في الزمالك حدث ولا حرج عن الحريف. لديك محمود عبد الرازق شيكابالا الأباتشي، قائد مدرسة الفن والهندسة وأحد أحرف من أنجبتهم الكرة المصرية والعربية، وصاحب أجمل قدم يسرى في الملاعب حالياً. يراوغ، يمرر، يسدد بكل مهارة وقوة، وقائد مدرسة الفن والهندسة داخل المستطيل الأخضر. وهناك عبد الله السعيد المايسترو الموهوب وصانع الألعاب الأبرز في مصر خلال آخر 10 سنوات، واللاعب الشامل في خط الوسط صاحب لمسات ساحرة غير عادية. يطلقون عليه الفنان الأول، ويظهر ناصر ماهر واحد من أهم الموهوبين في الملاعب المصرية الآن. لاعب وسط بدرجة صانع ألعاب، مراوغ جيد، وصاحب قدم يمنى صاروخية، وإضافة قوية في مدرسة الفن والهندسة. وينضم لهم مهاب ياسر صاحب قدم يسرى جميلة، يراوغ في أي مكان في الملعب ويبرز اسما صاعدا في سماء الكرة المصرية. هو محمد عاطف الجناح الأيمن الصاعد وأحد أحرف المواهب الشابة، جناح أيمن وصانع ألعاب وجناح أيسر، صاحب تمريرات جميلة وقدرة على صناعة الفرص. ومع هذه المجموعة تنتظر جماهير الزمالك في كل مكان فصولاً من الكرة الجميلة، تخصص مدرسة الفن والهندسة، بحثاً عن الألقاب الكبرى، الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.